الراديو 90 90 هواها مصر. آخر فاصل معانا قبل ما نختم حلقتنا مع الدكتورة رانيا يحيى عازفة الفلوت الشهيرة. خليني أقول لحضرتك أنه عماد عادل بعد بيقول: إيه ظاهرة عدم الأخلاق والشتائم في مواقع التواصل بالنسبة للتعليقات على رأي على أي رأي، وما هو السبب من وجهة نظركم؟ احنا بنتكلم على تدني وتراجع الأخلاق. ما هو من للأسف احنا ما عندناش يعني ثقافة احترام الآخر، لأن أنا لازم أحترم رأيي ورأي الآخر، وفي حرية، بس للأسف إن بقى في حالة من التدني في الحوار بشكل كبير قوي، وبقى في حالة من الغلط. يعني الناس وكأنها بتتعمد، يعني الغلط بقى مستساغ بالنسبة للناس. يعني الناس حتى ما بقتش، يعني الواحد ما بيسمع كلمة خارجة الواحد بيقشعر ويتضايق. فإحنا محتاجين إن إحنا يعني نرجع تاني، إن إحنا يبقى في الحياء من الإيمان. يعني إحنا يبقى في تعامل شوية أرقى من كده في تعاملنا مع بعض، واحترام للرأي والرأي الآخر، وهي دي الديمقراطية على فكرة، اللي بينادوا وبيطالبوا وبيتكلموا عن الديمقراطية وحرية. فهي الحرية هي أولا أن أقبل الرأي المخالف لي، وأن تقف حريتي عند حرية الآخرين. طبعا عند احترام حرية الآخرين. طيب، وإحنا بنتكلم على التمكين السياسي، رئيس اتكلم عن اهتمام الدولة بالمرأة وإعلان 2017 عام المرأة، وأول بادرة منه كانت هو تعيين المهندسة نادية عبده محافظ للبحيرة. حياتك شايفة التجربة دي ازاي، وفكرة انه الناس بتقول هي تجربة للشو قدام العالم، ان احنا بنمكن المرأة، لكن هذا المنصب اكبر من قدرات المرأة؟ هو رد عليهم وقول لهم: اما كان عندنا ملكات وقادة للجيوش نساء برضو كان شو للعالم؟ يعني اعتقد لا طبعا خالص. يعني اعتقد سيادة الرئيس مش محتاج ان هو يعمل شو، مش محتاج ان هو يعني يعمل حاجة هو مش مقتنع بيها على فكرة خالص. والسيدة المصرية هي قد المكان اللي هي بتتولاه، والسيدة نادية عبده تحديدا ليها من الكفاءة والخبرة والتاريخ المشرف، اللي انا قلت في احد وسائل الاعلام ان يعني تشكر الدولة الحقيقة على تعيين هذه السيدة يعني تحديدا، انها تتولى هذا المنصب كبدايه وكمؤشر طيب جدا لتولي المراه هذا المنصب. لانها يعني تاريخها الحقيقه حافل. اولا هي كانت اول رئيس لشركه قابضه للمياه في المنطقه العربيه كلها، وقعدت متوليه هذا المنصب 10 سنين وادارتها بمنتهى الكفاءه والخبره يعني والتميز. تولت نائب محافظ 3 سنين، فعندها من الخبرة أيضا لتولي هذا المنصب أنها تبقى محافظ. يعني تم تأهيلها حتى على المستوى التنفيذي في هذا الموقع 3 سنوات. فإحنا محتاجين إيه تاني؟ إحنا ما أعتقدش أن بلدنا بتفكر بمنطق الشو والاستعراض على المستوى الدولي خالص، قد ما هي بالفعل هي كانت خطوة غيرت المؤشر والنظرة بالنسبة لمصر على مستوى العالم، أن مصر بتفكر في التمكين الحقيقي للمرأة، وده اللي إحنا بنسعى ليه في عمل المرأة. هل تعتقد أن إحنا ممكن في يوم من الأيام في قريب أو نشوف رئيسة وزراء إن شاء الله؟ إن شاء الله أنا مستبشرة جدا، وأعتقد أن إن شاء الله ده يعني هيحصل، ومش هيحصل بعد فترة طويلة إن شاء الله. أعتقد إن ده هيحصل قريب. وعايزة أؤكد لحضرتك أن تعيين محافظة ده كان مطلب من المجلس القومي للمرأة في لقائنا بفخامة الرئيس السيسي العام الماضي في 2016، وإن طلبنا أن يبقى عام 2017 وعام المرأة، وسيادة الرئيس وعدنا ووفى في المطلبين، ويعني بنقدم له كل الشكر والتحية والتقدير من كل امرأة في مصر. يعني هو من أول يوم، يعني من أول يوم من ظهر على الساحة السياسية وهو داعم كبير للمرأة وعارف طبعاً قيمتها بالنسبة طبعا للمجتمع. وعلى فكرة في لقائه كل الكلام اللي كان بيقوله سيادة الرئيس كله دعم للمرأة، وبجد لو أي امرأة تسمع الكلام بتاع سيادة الرئيس يعني يكفي أن يقول لحضرتك أن هو قال إحنا لسه ما عملناش حاجة للمرأة، وقال إن صاحبة الحق أو يعني الحق مش محتاج ان حد يرجعه لاصحابه، لان هو اوريدي هو حق اصيل. فكل كلام سيادة الرئيس الحقيقه دعم وبقوه، وحضرتك تستشعري صدق كل كلمه هو بيقولها، واحنا قاعدين يعني بالاخلاص والاحساس الحقيقي واعتزازه
وتقديره للمرأة، وقال الكلام ده طبعا يعني ياما قالوا في صحيح. في لقاءات، ولكن قالوا أيضا تاني مع المجلس القومي للمرأة. طيب قبل ما نختم حوارنا حياتك، حدثينا كلمينا سريعا كده عن حملة تاء التأنيس اللي انت عاملة. التاء المربوطة هي هي اسمها ما تخليش التاء المربوطة تربطك. التاء المربوطة هي سر قوتك. ودي رسالة من المجلس القومي للمرأة، عايز يقول ان ما تخليش التاء المربوطة ان انت تبقي يعني قوي قوية مساند مساندة الاخر الكلمة اللي هي التاء المربوطة، انت ما تحسيش ان انوثتك هي ضعف ليكي او خنوع او عائق قدامك، لا بالعكس، هي سر قوتك انت، ان انت تكوني واحدة ست اصلا، يعني كل قوتك ان انت واحدة ست، ان دي اوريدي هي تديكي دعم وتديكي قوة وتديكي مساندة، لان انت ما انتيش اقل من الرجل. فخلي التاء المربوطة هي سر القوة بتاعتك، ما تخليكيش ان انت متكتفة، لا بالعكس. والحملة على فكرة واصلة لعدد مشاهدة تقريبا دلوقتي هي تجاوزت 40 مليون مشاهد، يعني تقريبا هي حملة في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والحملة واصلة لعدد مشاهدة كتير جدا، وعدد داعمين من رجال ونساء الدولة بأعداد كبيرة جدا، من السفراء والأكاديميين والعلماء والوزراء. يعني الحقيقة الحملة ليها داعمين كتير جدا، وإحنا سعدة بالحملة دي لأنها قدرت أنها توصل. كمان أنا رحت في بعض قرى المحافظات وكنت بتكلم معاهم مع البنات الصغيرين كمان، إن هو الهدف بالنسبة لنا البنات الصغيرين إن هي تبقى حاسة بأن التيل مربوطة، ما هي سر قوتها. أيوه. ما هيش ضعفها. فلقيت إن البنات فعلا شافوا الإعلان في التلفزيون، وجبت خليت البنات هم اللي طلعوا قالوا للناس الستات الكبار اللي مش عارفين عن الحملة، وبدأوا يتكلموا معاهم ويقولوا لهم. فكنت مبسوطة قوي إن البنات الصغيرين هم فعلا اللي حسوا، وان الحملة دي على فكرة غيرت مسار بعض الفتيات بالفعل، اللي كان اهاليهم كانوا واقفين عائق قدامهم، فراح بعض البنات اللي كان يعني الاهل واقفين عائق في استكمال الدراسة والماجستير وان هي تسافر وكده، وبعد ما شافوا الاعلان قالوا لا احنا هنتحدى. لان الاعلان الحقيقة اللي تعرض على قناة القاهرة والناس كان اعلان يعني يحمس جدا لان البنت بتكسر الطوب اللي حواليها كله، وبتقول لا انا هقدر، وان انا يعني هي اللي بتهد الحواجز اللي موجودة. دكتورة رانيا، قبل ما اختم معاكي ونسمع اخر قطعة عزف منك، قبل ما نسيب المستمعين الكرام واحنا في شهر المرأة وعام المرأة، انت كامرأة حققتي ذاتك ونتمنى لك طبعا الافضل، ونلاقيك في اعلى المناصب يا رب دايما، انك نموذج مشرف نفتخر به. ايه امنياتك اللي تتمنيه للمرأة المصرية في الشهور والسنوات القليلة القادمة؟ بتمنى تمثيل اكتر للمرأة في الحكومة. عندنا 90 برلمانية، بنتمنى ان احنا بنسبة 15%، بنتمنى ان احنا يا رب ان احنا نبقى 50%، ما نبقاش بس 15%. طبعا ده حصل خلال هذا العهد، وده الاول مرة في تاريخ البرلمان المصري. نتمنى ان احنا نبقى يعني اعداد اكتر من كده في التمثيل في المواقع التنفيذية في الدولة. بنتمنى دخول المرأة في مجلس الدولة وفي المناصب القيادية، زيادة عدد القاضيات من 0.5%، ان احنا نلاقي عندنا ما يبقاش بس 66 قاضية، احنا عندنا قاضيات مشرفات جدا على المستوى المصري وعلى المستوى الدولي. فبنتمنى يا رب زيادة عدد القاضيات اكتر من كده. بنتمنى نلاقي رئيسات جامعات كتير مصريات، لان احنا عندنا ايضا يعني قامات مصرية عريقة وتستحق هذه المكانة. فبنتمنى يا رب يكون في تمثيل اكتر للمرأة المصرية، وبنتمنى كل النجاح وكل التوفيق، وان المرأة لو احنا دعمناها وقفنا وراها وكلنا وبقوة، اعتقد باذن الله حال مجتمعنا هيتغير كتير للافضل، والاسرة المصرية. ونأكد تاني ان احنا لسنا في حالة تضاد او تناحر مع الرجل، بل بالعكس احنا كلنا قلبا وقالبا مع الرجل، وكلنا قلبا وقالبا مع الأطفال، ومع تصليح حال الأسر المصرية، لأن الأسرة هي نواة المجتمع. وربنا يا رب يخلي مجتمعنا دايما في أفضل مكانة يستحقها هذا المجتمع المصري، اللي طول عمره بيضحي وبيبذل كل جهده وكل عرقه يعني وضع مجتمعنا إن شاء الله في حالة أفضل. كل سنة وانتي طيبة، وكل سنة وكل ست مصرية جدعة ووطنية وعندها وعي وعندها أحلام، يا رب تحقق كل أحلامها.
ونشوفها في أفضل حال وأحسن مكانة. بشكر دكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة وأستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون ورئيس تحرير سلسلة عالم الموسيقى وعازفة آلة الفلوت الشهيرة. وإحنا بنختم حلقتنا هنستمع إلى مقطوعة موسيقية من عزف الدكتورة رانيا، وألتقي بكم السبت القادم إن شاء الله في حلقة جديدة وشخصية جديدة. إلى اللقاء. شكرا لحضرتك، وكل سنة وكل امرأة مصرية بخير، وكل سنة وكل أم بخير، ويا رب كل سنة ومامي بخير. يا رب ربنا يديها الصحة. يا رب ربنا يديها الصحة.